محمد، سؤال تاع محمد هنا تبقى ورا، اين هي الشخصيه تاع اللاعب الانجليزي والمدرب الانجليزي اذا اريد تقلد اللاعبين تاع سيتي والمدرب يريد يقلد بيب غوارديولا؟ هنا كاين مشكل، لان اللاعب الانجليزي عنده الفلسفه ديالو، خاصه المدرب. انا نظن باللي التصريح تاع روني غلط محمد، لان اللاعب الانجليزي عنده فلسفه وعنده شخصيته نفس الشيء كما المدرب، ما ينجمش يقلد بيب غوارديولا ولا يقلدوا اللاعبين الاجانب الاخرين. لكن روني هذا ما قاله، قال لا يمكن للاعبين الانجليز الان ان يصنعوا اهداف مثاليه، لا يمكن ان تركب فكر بيب غوارديولا في عقول اللاعبين الانجليز. يعني اللاعب الانجليزي له شخصيته وله تاريخه وله عراقته، يعني ربما يطالبهم بلعب الكره الطويله بالاندفاع البدني. كيفاش شرح في البدايه ميدو سي لا ميم شوز في البايرن دومينيك، كي جا غوارديولا حكم البايرن دومينيك ولا الالمان يلعب لو ميم ستيل دو جو كيما كان البايرن كيما تيكي تاكا بصح برك كانوا لو نومبر دو جوار في البايرن دومينيك كانوا بلو نومبر. على اذا كان بيلينغهام في اسوء حالته سجل، هاري كين في اسوء حالته سجل، فان الجولدن بوي ساكا الان في اربع مباريات صفر هدف وصفر تمريره حاسمه. قاسي سعيد نظن بلي ساكا عنده مغلوق في واحد التوجيهات تاع المدرب اللي ما خلاهوش يعني يلعب كيما يلعب في ارسنال، ولهذا نقول بلي ساكا ماهوش يأدي في مباراه كبيره كيما في مع النادي تاعو. لما تكلمت انت خاصه قلت ورغم ذلك قاسي سعيد واصل، ورغم ذلك المدرب لم يقم باخراجه اليوم، ولما فقد فيه الامل اعتمد على كول بالمر وابقاه على الرواق الايسر، ابقى على الرواق الايسر كمدافع ايسر تقريبا. ولكن لما تكلم انت يا تقول هاري كين و بلينغهام يعني هدفين نظن باللي هما اليوم ينقدوا الفريق، ينقدوا هذا المنتخب، ماهوش سودغيت محمد. يوم سودغيت راه دخل في اشياء اللي ربما راح تدخل المنتخب الانجليزي، نقول ربما اليوم انا قلت لك عنده الحق، ولكن في المقابله القادمه ربما المنتخب الانجليزي راح يخرج على الدوره هذه. نعم سودغيت قام بتغيير سفيان، بتغيير في الدقيقه 94 دخل توني وخرج فودن، توني الذي كان سببا في الهدف الثاني هو الذي مرر الكره لهاري كين. Moi j'aimerais bien voir les statistiques de ce joueur là Toni, est-ce qu'il s'est bien joué avec la tête ou pas, parce qu'en général dernière minute qu'est-ce qu'on veut c'est un attaquant beaucoup plus costaud par rapport à Harry Kane pour les déviations et aussi pour le joueur. نعم عقب لي تقريبا 7 اشهر بسبب لي باري سبورتيف المراهنات الرياضيه مع نادي. لكن كيف لمدرب ان يدخل لاعب في الدقيقه 94؟ كان بقى تماس فقط ميدو باسكو يكرو ان لوي اي باسكو justement il croit à ça, il croit, il se dit dans sa tête pourquoi il a pas pris une autre personne, il a pris celui-là parce que dans sa tête il s'est fait un schéma, il disant que peut-être il va rentrer, il va faire une déviation, ça s'est déjà produit, voilà, il s'est fait son fil, peut-être ça s'est produit précédemment. Le flair, il a senti ça, il a senti ce joueur, il faut lui demander à lui, il faut regarder sa conférence de presse. Mais voilà, ça a marché, comme ça aurait pu ne pas fonctionner malheureusement on l'aurait traité tous les noms. تلعب وليس من اجل الاهداف. يديروا لو فيلم في راسهم، ندخل هذا لاتاكون في لي ديالي، كان لي ديال تاعو ديفياسيون بالك تبقى لقطه فوزي تسجل منها الهدف. حنا كوم دي فوا ان ديفياسيون جاب لك بيت. نعم كنت سيزو جاب لك ديفياسيون سا بوت فار بيان سور ودي فوا لازم ميدو يحيي صوت كيت على التغيير. انا هضرت على نقطه انت مهمه على ساكا، بصح المشكل وين راه؟ ساكا وفودان اللي ما شفناهمش. فودان خرج في اخر لا ما شفناهمش في لي كات ماتش، معناتها تيتولار انديسكوتاب، بورتو ما شفنا فودان. احسن لاعب في الدوري الانجليزي يختفي في هذا اليورو، لماذا ميدو؟ فودان نعم بوزيسيون مون طريقه استعمال فودان انا شو با انورم. فودان حتى في مانشستر سيتي في الموسم الذي سبق هذا لما كان يلعب اون دوبلور لجاك غريليش على الجاليوم، صار كان ضائع تماما، ما قدمش موسم في المستوى. سان بور غوشي يحب يجي برون انترفال ولا لو كروشي هذاك الفير ليكستيريور بور انفلوبي تو، ربما الطريقه التي يوظف بها ما تساعدوش، ربما مطالب بمهام محدده. سي او تكنيسيان دو نو فار سافوار بوركوا، مي لحد الان اكوتي دو لابلاك فودان مر جانبا منذ بدايه هذه الدوره، هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي. سؤال جماعي اريد اجابه واحده فقط، من انقذ انجلترا
اليوم الحظ ساوث جيت بيلينغهام دمناش واش غير لي 3 لي 3 ايزون سوفي اكثر وحده لا شانس سي بيلينغهام سي لو كي في ريتورني سي با الكوتش كي لو ديموند دو لفير سي لو كي ابري لا لا لينيشاتيف اي فوالا لا بيلينغهام ورجع المنتخب الانجليزي هو اللي رجعهم في الماتش محمد بيلينغهام بصح لا لا انا نقول بيلينغهام لونترينور اللي بو كالكو شوز ما لازمش نكرو لونترينور كاسكي لابط لي شونجمون ولا ليكيب تيتولار لونترينور هو اللي مدها لونترينور الى اي سي كاليفي محمد اليوم لونترينور سوسغيت في لونجلتيرا قال لك سوسغيت اون كار دو فينال مليح ماشي مليح سي لي ريزولتا كي بار بصح مازالني في النقطه اللي كنت نقولها لك مع الاول بخصوص المنتخب الانجليزي دونك تو نابا دي ميليو تيرا كرياتيف tu as toujours des difficultés باش tu joues en avant et les balles يروحوا les attaquants يكونوا plus fluide sur la terre est-ce que c'est le coach qui veut ça ou pas c'est ça le problème il a pas c'est que est-ce que lui dans sa tête ça lui convient ce jeu c'est sûr c'est pour ça que je dis ça lui convient oui. il veut rester comme ça il veut jouer comme ça oui. justement oui. je pense que sur le banc il a quand même du bon monde oui. il peut faire différemment mais lui il voit ça donc je pense qu'il va poursuivre comme ça oui. et pour revenir encore pour la deuxième fois il s'inspire de Didier Deschamps et de l'équipe de France لا اليوم اجتمعت العوام الحظ وبيلينغهام لانه لما تشوف لو روتورني اكروباتيك تاع بيلينغهام بوتاتخ شمها وكاين حاجه اخرى ايضا سي لا شونس ثانيه انك ابري اون ديفياسيون كان قادر بوتاتخ 2 سنتيمتر لافو ما عندوش الوقت باش يدور يدير لو روتورني دونك كان في البون مومون والبون والتايمينغ بارفي باش نقول لك اليوم شيء من ريال مدريد انقذ الانجليز من زلزال كان سيدمر لندن القطط الإنجليزية وليس منتخب الأسود الثلاثة اليوم القطط الإنجليزية كانت بسبع أرواح ونجت في آخر دقائق المباراة قاسي سعيد كان يمكن لذاك التماس أن يمر مرور الكرام ويصفر الحكم نهاية المباراة وانت تريد تدمر ميدو لماذا؟ لما قلت ريال مدريد شيء من ريال مدريد الريال هو اللي معروف مشهور يعني هو اللي نقد وتوجور مع الانجليزي في طومار وميدو راح يدمروا شيخي اليوم بالاسئله ديالو على نعم فوزي يعني لو نعطي بعض الحق للمنتخب السلوفاكي يعني منتخب منظم لعب جماعي كره قدم جميله الفرص موجوده الهدف موجود لماذا اقصيت سلوفاكيا ما عرفوش يجيريو لي نقولوا الوقت الاضافي وقت حساس لو طومور ما عرفوش يجيريوه باسكو يسون با ديكسبيريونس محمد وكاين حاجه ثانيه كيما يقول لك مام خروجهم براس مرفوع لا تيت اوت يسون سورتي من هذا الاخر لا تيت اوت مالغري اي ميريتي دو باسي باسكو كاع المقابله لو بريسينغ او باش دير نتا المنتخب الانجليزي لو بريسينغ او كونتر لونجلوتر وانت يا تو اي كو لا سلوفاكي تو نا با ليكسبيريونس ما عندكش الخبره تاع المنتخبات الكبيره دي فوا تشوف دي غروند ناسيون كان شفنا الايطالي محمد كونتر لا سويس ديفيرونس اونتر لي دو وشفنا لا سويس دوميني لو سوجي مي اليوم لا سلوفاكي خويا ميم لا سورتي تاعهم افيك اون تيت اوت و دوره مشرفه